تعليق اهل الخبره، اتفضل حضرتك ايهاب. ايوه هو الكائن اللي بتتكلم عنه ده كان موجود في زحل سنه 63، هم اكتشفوه. هو موجود في حفريه موجود دلوقتي اصلا، انقرض انقرض. بيروحوا يزوروه اصلا. لا بيروحوا يصوروا جنبه كده يعني. كائن هو اصلا بيسيب الست تعمل اللي هي عايزاه، وحنين وسبورت ليها في الشغل ورومانسي مش معقول مش موجود في مصر، بعته منه قريب مش او على الارض. الكوكب الكوكب ايه من الجنوب شرق في مصر. لا ليه يجي في مصر هينبسط معاه في جنوب شرق الصين؟ لا واحد بس كان 7 سنتي بس ما ادوش بس كده هيكبر ده كده كده هيتكلمي عشان كده مش تتجوزي اصلا. ده هي يعني ده اللي بقوله، يا بنات اهدموا سقف احلامكم في الرجل. الرجل ليس هذا الكائن من فضلكم. خلاص والراجل يهدم سقف احلامه مع الست، انا ما عنديش مشكله. لا والله يعني هو لا معلش بقى، ما هو ثواني بقى، ما هو دلوقتي لا مش متعايشه، ما هو في الاخر بيبقى عايزها ايه؟ بيبقى عايزها تبقى حلوه وعايزها تبقى جميله وعايزها على طول مستحملاه وعايزها على طول بتعمله اللي هو عايزها. خطا وانت فاكرين معاه ماشي، ما احنا ما اختلفناش. ما هو دلوقتي لو احنا هنتكلم بشكل يعني اللي هو فيه بالانس، يبقى لو انت مش عايز مني انا يبقى ليا توقعات تجاهك، فانت ما يكونش عندك اي توقعات تجاهي. لا لا ما هي دي الفكره. الراجل مجرد ما بيوم يبقى مش مشكلتي، يبقى هو بقى ايه؟ مش انت لسه قايل يقدر يغير؟ يبقى هو يقدر طيب يغير. طيب هو سؤال بسيط. انا عايز اسالك على حاجه، وانت بتسجلي الحاجات دي وانت بتقوليها بتبقي يعني شايفه ان دي حاجه واقعيه حاصله دايما في حياتك وبتجربيها، ولا بتبقي عارفه ان برضو في جزء ليه علاقه انه ده لما يتسمع ممكن يجيب شير، يجيب حاجات زي كده انه هيعجب الناس؟ لا سيبك بس من شير اللايكات دي عشان هي لمت، بس هي مش دي البوينت خالص. هي الفكره كلها دلوقتي انه انا في الحقيقه دايما ما يعني حتى انا دايما بلاقي، مع احترامي طبعا الشديد، دايما بلاقي بوستات كتيره جدا. وانا حتى لسه كاتباها امبارح، بوستات كتير من بنات او بوستات دلوقتي كمان الولاد بقوا في الموضوع عشان اللايكات والشير. اوكي بقينا معاه. فانا هو في لفظ بيستخدم انا ما بفضلوش، بس هو لفظ له علاقه بالمحن، انه يعني بيبقى في حاجات رومانسيات وكلام كتير ومش عارف ده بيبقى الراجل ده نوع مفضل للست تقصدي ولا نوع بتدور عليه؟ لا انا بتكلم بوستات، حاجات كتابات لها علاقه بده. فهي دايما ما بتتضمن توقعات كتيره جدا سواء من الراجل او من الست تجاه الاخر، يعني تجاه الطرف الثاني، او حواديت كتيره لطيفه جدا والكلام ده كله. انا حاسس هدوء هنا جدا، حاسس ان هي خلاص الجانب ده هدي كده. بس انا عايزه بس اوصلك لان انا غالبا احنا الاثنين خسرتي مين ولا بتعملي كده متجهزي؟ مبدئيا انا عايزه الستات يكلمونا يا جماعه ونشوف رايهم في الموضوع ده. الرجاله ماسكين لان في هنا مشكله كبيره جدا. انا ما زلت عند رايي ان احنا بندي للرجاله ذريعه قويه جدا جدا، او تلكيكه، او بنوجد لهم اعذار. احنا كستات زي بالظبط ما ايهاب قال، احنا غلابه صح والنبي يا ايهاب قول يا ايهاب صح. طيب بنرطب قليلنا وبنتاقلم وبنتعايش. تلات ارباع الستات بتعمل ده. ممكن في يوم وليله تقوم الجنونه وتهد المعبد على اللي فيه كل يوم وليله. لا بس خدي بالك الحقيقه يوم عن كل يوم وليله لا بس احنا مش غلابه. صفحتي مثلا كل الموجودين بلا استثناء يا رحاب كلهم بنات بتحاول تتعايش. طب ازاي اعمل ايه عشان احتفظ بجوزي؟ طب اعمل ايه عشان ما يخونيش؟ هو اساسا إيه عشان... انا ليه بعامله هو... على ان هو كاتش؟ لا انا عايز اقول لك بس ان هي قد ايه هم غلابه. ليه؟ هي عايزه تصلح. انا في المركز عندي ما يجي لي حالات، تجي لي واحده عايزه تصلح والراجل مش عايز يجي اساسا. طب انت مش عايز تصلح ليه؟ هي متحمله مسؤوليه اقامه البيت والحياه وعماله تصارع عشان البيت يستمر والحياه تستمر، وتصارع عشان تحتفظ بخطيبها عشان ما تاخدش لقب ان هي سابت خطيبها كذا مره، ما تاخدش لقب ديفورس. هي عماله تعاني عشان تحتفظ بهذا الكائن وهو سايب ايديه تماما. انا داخل الدنيا بمجهودي، اقول طب تعالى المركز عندي مثلا نقعد نتكلم. على فكره المركز التطوعي مش اعلاني يعني. فالفكره تعالى نقعد مع بعض عشان اعلمكم تتعايشوا مع بعض ازاي. هو انا محتاجه اتعلم؟ انا دي طبيعتي، عايزه تقبلني كده تقبلني. هو بقى يطلب منها اشتغلي رقاصه ترقص له، خليكي مش عارف في البيت بتطبخي تتعلم. طب التعليمي تطبخي زي امي تطبخ له. طب مش عارف اجي البيت كل حاجه بتعملها لانها عايزه تحتفظ بالحياه وخايفه. طب ليه نرتبط بحد عايزين نغيره؟ طيب